السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساكم أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله نتكلم معكم عن خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، إزاي إن احنا نعمل على إنتاج كرات الدم البيضاء، إيه هي الأسباب اللي بتخليها تضعف وإيه هي الحاجات اللي ممكن بسببها إنها تكون بكثرة، وهي أصلا الكرات البيضاء. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمركم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. كرات الدم البيضاء بتعتبر المكون الرئيسي لخلايا الجهاز المناعي بالجسم، لأنها بتتشكل خلاياها من داخل النخاع العظمي، بتنتشر في الدم عشان بتعمل على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والجراثيم اللي هي ممكن تهاجم الجسم، وبتمنحها من الإصابة بالأمراض المختلفة. عادة عدد كرات الدم البيضاء في المتوسط ما يقارب 7000 خلية لكل ميكروليتر في جسم الإنسان، ويعتبر أن العدد ده كويس جدا جدا لأي شخص عادي، يعني زيادة أو نقصان من شخص الآخر، يعني على حسب السن، على حسب العمر، وحاجات كتير جدا. العوامل اللي بتؤدي الى خلل في كرات الدم البيضاء كتير جدا. اول حاجه معانا الاصابه بفيروسات المناعه الذاتيه كالتصلب المتعدد، التهاب الامعاء، السكري من النوع الاول. كمان لو انت شخص من الاشخاص اللي بتتبع انظمه غذائيه تفتقر لبعض الفيتامينات والعناصر الغذائيه، ومن احد الاسباب الخضوع للعلاج الكيميائي او الاشعاعي. كمان التعرض للمواد السامه زي الرصاص. الإصابة بأمراض النخاع العظمي كسرطان الدم، تليف النخاع، سرطان الغدة الليمفاوية. كمان ممكن يحدث خلل في الكرات دي بسبب خلل في وظائف الطحال أو إصابته بالتلف. ممكن كمان من أحد الأسباب التهاب المفاصل أو تناول بعض الأدوية كعلاج الصرع، الأمراض النفسية. هي أعراض نقص كرات الدم البيضاء، يعني أنا يوم شخص عادي إزاي أعرف أن أنا كرات الدم البيضاء عندي فيها نقص؟ نتيجة النقص اللي بيكون موجود، فالواحد بيكون مريض بعدة أمراض: صداع حاد، تهيج بطانة المعدة، زيادة فرص الإصابة بأي فيروسات حتى لو كان حاجة بسيطة، فيروس البرد، الإصابة بالالتهابات الشفاه، اللثة، اللوزتين باستمرار، الشعور بالإرهاق والخمول، القلق، الاكتئاب، فقر الدم، الأنيميا، النزيف، وبيسبب طبعا نقص في اعداد صفائح الدم، وده معروف. ازاي ان احنا كاشخاص عاديه تقدر تشخص ده؟ بيتشخص عن طريق الفحص المخبري، ان انت بتعملي تحليل دم، بتقدري من خلاله بتكتشفي اذا كان عندك نقص في خلايا الدم البيضاء او لا، وبناء عليه طبعا بتروح للطبيب وبيوصف لك العلاج. طب احنا عايزين حاجه نبقى برضو محافظين على نفسنا بطريقه امنه. لو انا شخص عادي وخايف انه كرات الدم البيضاء عندي تنقص، انا عايز ايه هو اللي يقدر يقويني، او ازاي ان احنا هنعالجه بشكل بسيط؟ اول حاجة هتتناول اطعمة بتحتوي على نسبة عالية من احماض الاوميجا 3 الدهنية زي الاسماك والمكسرات. هتكتري من تناول الاطعمة البروتينية اللي بتحتوي على احماض امينية كاللحوم والبقوليات. هتشربي طبعا كميات كافية من الشاي الأخضر لأنه بيساعد على زيادة أعداد كرات الدم البيضاء وبيحمي الجسم من الإصابة بالأمراض. هتستخدمي الثوم في الطهي كأطعمة أساسية لأنه بيعمل على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة. كمان هتحرصي طبعا على تناول أطعمة غنية بفيتامين A وC وحمض الفوليك كالخضروات الورقية زي البروكلي، السبانخ، الخس وغيرهم طبعا. وبكده هتقدر ان انت تحمي نفسك او يكون عندك خط دفاع اول ضد فيروس كورونا. هتظبط اكلك، هتاكلي بحاجه انها تحفز لك انتاج كرات الدم البيضاء، فبالتالي مش هتكوني عرض سهل او فريسه سهله للفيروس. انتظروا مني ان شاء الله المزيد في خصوص الفيروسات. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.